الانتصار السادس والوصول للنقطة رقم 31. كرة خرجت إلى ركلة ركنية لصالح فريق حرس الحدود من كرة كانت ملعوبة من إسلام جمال وسط دفاعات فريق الداخلية. يدخل أحمد عبد الرسول مع محمود الغرباوي، حاولت محاولة من زيكو راحت إلى داودة، محاولة للتعادل، التعادل لحرس الحدود، تعادل على طريق إسلام عبد الله. مش ممكن مع الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب، بدل من الضائع يسجل إسلام عبد الله اللاعب المدافع، يدافع عن حظوظ فريق حرس الحدود وإن كانت ضعيفة من أجل البقاء، ولكن سدد داودة، تابع إسلام، أخطأ الغرباوي، محاولة إنقاذ لإبعاد الكرة من على خط المرمى عن طريق المدافع أحمد عبد الرسول، ولكن أرادت أن تكتمل بالوصول إلى الشباك ليسجل هدف التعادل مع الدقيقة الأولى من الوقت البدل. فرحة ما بعدها فرحة، في الوقت البدل الضائع سجل إسلام عبد الله